هنبدأ بعد ما عملنا ريفيو على حاجات المرة اللي فاتت. ادي شاشة اللوج اللي كنا عاملينها. كنا دخلنا في زرار اللوجن وعرفنا الكونكشن وقدرنا نفتح الداتابيز ونقفلها. بس شاشة اللوجن ديت اساسها ان اليوزر هيدخل يوزر نيم بتاعه ويدخل الباسورد بتاعه وهيدوس على لوجن. وعندي احتمال من الاحتمالين، لما ادخل يوزر نيم وباسورد المفروض انا هروح على داتا بيز واعمل استعلام صريح جدا بيقول الاستعلام دوت هات كل البيانات من الجدول بتاع اليوزرز بشرط اليوزر نيم يكون بيساوي اللي هيتكتب هنا والباسورد يكون بيساوي اللي هيتكتب ايه؟ اللي هيتكتب هنا. وفي الحالة دي هيروح على داتا بيز ينفذ الامر بتاع جملة السيلكت ديت ويا اما يرجع لي بيانات يا اما ما يرجعليش ايه؟ بيانات، يا اما يرجع لي بيانات يا اما ما يرجعليش ايه؟ بيانات. لو رجع لي بيانات يعني لقى واحد اليوزر نيم بتاعه هو زي ما كتبه والباسورد زي ما كتبه صح يبقى رجع بيانات، لقى واحد يبقى في الحالة دي اليوزر موجود وادخله. في حالة انه ما جابش بيانات يبقى اكيد كاتب يا اما اليوزر نيم غلط يا اما الباسورد ايه؟ غلط. وفي الحالة دي هطلع له هنا في ال ال بي ال مسج اللي موجود هنا ده هطلع له اقول له اليوزر نيم او الباسورد بتوعك مالهم غلط، اليوزر نيم او الباسورد بتوعك مالهم غلط. ده السيناريو اللي احنا عايزين نعمله. احنا شرحنا المرة اللي فاتت السيناريو بتاع الكونكشن. شرحنا المرة اللي فاتت السيناريو بتاع مين؟ بتاع الكونكشن. لكن المرة دي احنا عايزين نشرح السيناريو بتاع مين؟ ازاي انفذ امر على قاعدة البيانات؟ انا عايز اعمل جملة سيلكت. طب طبقا لما شرحناه دلوقتي، طبقا للي احنا قلناه دلوقتي، اللي احنا قلناه ان في جملة سيلكت هتتعمل وهتنفذ على قاعدة البيانات. حد معترض؟ كلام جميل. طالما ان في جملة سيلكت هتنفذ على قاعدة البيانات، بقى عندي مشكلة. هل الكونكشن بيقدر ينفذ امر على الداتابيز ولا لا؟ الكونكشن ما يقدرش ينفذ امر على الداتابيز. الكونكشن ما يقدرش ينفذ امر على مين؟ على الداتابيز. امال يعمل ايه؟ الكونكشن يعمل اتصال يفتح الداتابيز ويقفلها بس. طب امال مين المسؤول عن تنفيذ امر على قاعده البيانات؟ قال لك المسؤول عن تنفيذ امر حاجه تانية زي الاولي دي بي كونكشن ده، حاجه اسمها اولي دي بي كوماند. اسمها اولي دي بي ايه؟ كوماند. عايزين نشوفها وبتشتغل ازاي وكلام من ده. بص معايا كده، مفترض الكونكشن اللي احنا شرحناه من شويه ورجعنا عليه ان في عندي شاشه ايا كان شكلها عامل ازاي، وفي عندي الناحيه الثانيه ايه؟ قاعده بيانات، صح؟ قاعده بيانات دي فيها جداول وفيها علاقات والى اخره. قلنا اللي هيربط دي يربط لي الشاشه دي بالداتابيز دي، قلنا حاجه اسمها الكونكشن اوبجكت. حاجه اسمها ايه؟ الكونكشن اوبجكت اللي احنا بنسميه اولي دي بي كونكشن. احنا بنسميه اولي دي بي ايه؟ كونكشن. الكونكشن اوبجكت ده بيحتاج مني حاجه اسمها كونكشن سترينج. بيحتاج مني حاجه اسمها كونكشن ايه؟ كونكشن سترينج. وصفنا لما قلنا الكونكشن سترينج ده عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن مجموعه من المعلومات اللي بتوفر للكونكشن ده ازاي يوصل لقاعدة البيانات دي. اللي بتوضح للكونكشن ده ازاي يوصل لقاعدة البيانات ايه؟ دي. وقلنا بيقدر يعمل لنا حاجتين ايه هما؟ قلنا بيقدر يعمل لنا اوبن للداتابيز ويقدر يعمل لها كلوز لمين؟ للداتابيز. ده ما شرحناه قبل كده. طيب، لكن ما يقدرش غير ان هو يربط دي بدي. لكن ما يقدرش ينفذ امر على الداتابيز، ما يقدرش ينفذ امر على مين؟ على الداتابيز. بص بقى معايا على اللي بيقدر ينفذ امر على الداتابيز اللي احنا قلنا اسمه اللي هو كوماند، اللي احنا قلنا اسمه هو عباره عن ايه؟ عن كوماند. ادي الشاشه بتاعتي وادي الداتابيز ايه؟ الداتابيز بتاعتي. وربطنا الاثنين من خلال مين؟ الكونكشن اوبجكت ربط لي الاثنين ببعض، ربط لي الاثنين ايه؟ ببعض. خلاص؟ مين اللي بيقدر ياخد امر من الشاشه، ياخد البيانات من الشاشه ويروح ينفذ كامر على الداتابيز؟ حاجه اسمها الكوماند ايه؟ الكوماند اوبجكت. حاجه اسمها الكوماند ايه؟
الكوماند اوبجكت. كوماند اوبجكت بياخد البيانات او المعلومات او الجمل من على الشاشه المبرمجه مثلا على سبيل المثال الفيجوال بيزك ويروح بيها على مين؟ على الداتابيز اللي موجوده عندنا، ويروح بيها على الداتابيز اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده عندنا، ياخد الامر ينفذه هنا. طيب بيحتاج مني شويه حاجات او شويه معلومات عشان يقدر ينفذ الامر على الداتابيز دي، عشان يقدر ينفذ الامر على مين؟ على الداتابيز دي. بيحتاج مني ايه؟ بيحتاج حاجة مني اسمها الكونكشن، وبيحتاج حاجة اسمها الكوماند تكست، وبيحتاج حاجة اسمها الكوماند ايه؟ تكست. خلاص؟ ده اوبجكت الغرض منه ان ياخد جملة انسيرت او ابديت او ديليت او سيلكت جمل اس كيو ال يعني، ويروح ينفذها على قاعدة البيانات، ويروح ينفذها على مين؟ على قاعدة البيانات، عشان يعرف ياخد الأوامر دي وينفذها على قاعدة البيانات. بيحتاج مني أول حاجة يسألني هي فين قاعدة البيانات اللي أنا أو اللي أنت عايزني أنفذ عليها الجمل؟ هي فين قاعدة البيانات اللي أنت عاوزني أنفذ عليها الجمل؟ ودي أول حاجة بيطلبها مني حاجة اسمها الكونكشن. حاجة اسمها إيه؟ كونكشن. بيحتاج مني الكونكشن أوبجكت. يعني إيه كونكشن أوبجكت؟ بيقول لي أنا عايز أعرف طريق الداتابيز، فالمفروض أقول له أنت عايز تعرف طريق الداتابيز؟ يقول لي آه. أقول له هتعرف من خلال الكونكشن مين؟ لأن هو اللي عارف طريقها ورابط الاتنين ببعض، هو اللي عارف طريقها ورابط الاتنين إيه؟ الاتنين ببعض اللي هو الكونكشن أوبجكت. يبقى يا كوماند لما تحب تعرف طريق الداتابيز اسأل مين؟ الكونكشن اوبجكت. دي اول معلومه بيحتاجها مني، اول معلومه منطقيه عشان يقدر ياخد الجمل بتاعت الانسيرت او بتاعت الابديت او بتاعت الديليت بتاعتك اللي انت عايز تنفذها على قاعده البيانات. لازم يحتاج منك ايه؟ يعرف منك طريق قاعده البيانات فين. طريق قاعده البيانات بيحتاج منك يعرف طريق قاعده البيانات منك فين، من خلال حاجه اسمها كونكشن. الحاجه اسمها ايه؟ كونكشن. طيب الراجل عرف فين طريق قاعده البيانات اللي هينفذ عليها الامر، الكوماند عرف فين طريق قاعده البيانات هنفذ عليها الامر، طالما انت قلت له من خلال الكونكشن، والكونكشن كده كده عارف طريق الداتابيس فين وعمل لها اوبن، صح؟ طيب بيحتاج حاجه تانية مني اسمها الكوماند تكست. بيحتاج حاجه مني اسمها ايه؟ حاجه تانية اسمها الكوماند تكست. ايه هو الكوماند تكست؟ الكوماند تكست هو نص الامر المراد تنفيذه على قاعدة البيانات، يعني الجملة اللي انت عاوز تنفذها على الداتابيز، جملة الانسيرت اللي عايز تنفذها على الداتابيز، او جملة الابديت اللي عايز تنفذها على الداتابيز، او جملة الديليت اللي عايز تنفذها على الداتابيز، او جملة السيلكت اللي عايز تنفذها على الداتابيز، او غير كده. خلاص كده؟ طيب انا لو جيت بصيت على الكوماند اوبجكت منطقيا بيحتاج مني ايه عشان يقدر ينفذ جملة على قاعدة بيانات؟ هيجي يحتاج مني حاجتين. يحتاج مني يقول لي هي فين الداتابيز؟ اقول له اهي. يقول لي هات الامر اللي انت عاوزني انفذه. يقول لي هات الامر اللي انت عايزني ايه؟ انفذه. هات الجملة اللي انت عايزني انفذها على قاعدة بيانات. بس. زي ما كنا بنوضحها الكونكشن قبل كده بالموبايل، ممكن نوضح الكوماند تكست للراجل بتاع الدليفري. واحد بينفذ لك الطلبات. زي الكوماند بالظبط، واحد بينفذ لك مين؟ الطلبات. لما يجي واحد عايز ينفذ لك طلب معين، هيطلب منك ايه معلومات علشان مش ايه فلوس؟ ايه معلومات علشان ينفذ لك الطلب بتاعه؟ حاجتين. هيودي الحاجه دي فين؟ ودي خاصيه اسمها كونكشن، صح؟ وايه هو الامر؟ ايه هو الامر؟ ايه هو الامر او الطلب اللي انت عايز تنفذه؟ حاجه ثالثه؟ لا. خلاص. عرف فين طريق الداتابيز؟ وعرف ايه هو الامر اللي عايز ينفذه على الداتابيز؟ يبقى يقدر يعمل لي ايه؟ ينفذ بقى. يقدر يعمل لي ايه؟ ينفذ.
بس بينفذ عندنا بطريقتين مختلفتين. بينفذ عندنا على الداتابيز بطريقتين ايه؟ مختلفتين. ايه هما الطريقتين اللي بيختلفتين في دول؟ التنفيذ هنا، اسالك سؤال قبل ما اقول لك التنفيذ هنا بيتم ازاي؟ وانا لما اقول لك ودي الثلاجه دي لمحمد، رحت بقول لك طلب اهو، هتروح تعمله، واخد الثلاجه تروح موديها عند مين؟ عند محمد. طيب ايه هي لما اروح اقول لك طلب تاني واقول لك روح هات التلفزيون عند محمد وتعالى ادولي، ايه هي؟ لا طبعا مش هي هي. او حتى روح هات التلاجة عند محمد وتاني، لا طبعا مش هي هي. في فرق، دي وان واي دي تو واي. يعني ايه؟ يعني لما قلت لك روح ودي الحاجه دي لفلان، مشوار رايح بس، اروح اودي حاجه وبعدين خلاص الامر انتهى. فين لما اروح اقول لك هات الحاجه الفلانيه من فلان وتعالى كده، انت هتبقى عندك مشوارين مش مشوار واحد. مشوار ايه ولا ايه؟ انك تروح تجيب الحاجه، ومشوار تاني انك ايه؟ ترجعها لي. انك ترجعها لي. لو جينا بصينا على الجمل الاساسيه اللي بيستخدمها مع الداتابيز، اللي هي جمل المعالجه او المانيبيوليشن لانجويج، اللي هي جمل الانسيرت والابديت والديليت والسيلكت اللي هم الدي ام ال. يعني اتفقنا ان هو الانسيرت او الديليت والسيلكت هم دول بنركز عليهم عشان هم دول الدي ام ال، اللي هي لغه معالجه البيانات الداتا مانيبيوليشن لانجويج. خلاص كده لغه معالجه البيانات، احنا بنركز على معالجه البيانات. طيب كلام جميل. انا عايز اقول ايه؟ ايه دخل دوت بالمشوار عم محمد والثلاجه اللي كنا بنحكي فيه من شويه؟ نسيت طبعا. حد ينسى الثلاجه؟ طيب ايه الفرق بقى؟ الاصل هنا ايه؟ اربط الموضوعين ببعض. لما اجي اقول للداتابيز خد جمله انسيرت ضيفين البيانات دي جوه الداتابيز، ايه اللي بيحصل؟ تاخد البيانات وتروح على الداتابيز وتضيف البيانات، صح؟ وبعدين؟ خلاص؟ خلاص؟ خلص؟ طيب بعمل جمل ابديت، تروح عدلي لي البيانات الفلانيه، راح على الداتابيز وبعدل لي البيانات الفلانيه، وبعدين انتهى. طب لما اقول لك ديليت اقول لك روح امسح بيانات فلان، اروح على الداتابيز وهو ماسك بيانات فلان، وبعدين خلاص الموضوع انتهى. طيب لما اقول لك روح هات لي الناس اللي في قسم رقم واحد، هتروح على الداتابيز وتنقي الناس في قسم رقم واحد وترجع. وضع مختلف تماما عن الانسيرت وعن الابديت وعن مين؟ وعن الديليت. انسيرت وابديت والديليت بيروح الداتا بيس، طريق اللي يروح ما يرجعش. يبقى الداتا بيس بينفذ الامر وانتهى. الا السلكت تروح تجيب لك شويه حاجات وترجع لك. فالوضع هنا ايه؟ مختلف. ايه الاختلاف في كده؟ الاختلاف في كده لما بقول لك روح هات لي حاجه وهاتها لي، بتجيبها لي. لما تجيبها لي خدها. صح؟ يعني مثلا اقول لك روح هات قلم من كريم ورا، اقوم رايح وباخد ايه؟ انا كنت جايبه لي، اقوم انا واخده منك حاطه في جيبي مثلا، صح ولا لا؟ ينفع اجيب اشيل فيه قلم؟ اه عادي. طيب لما اقول لك روح لعبد سمير هات لي منه العربيه وتعالى، هتجيبها؟ هتحط العربيه جوه جيبي؟ احط المفاتيح الزكاه وليا او الرخصه. بلاش دي. روح هات لي من فلاني الثلاجة، واخد بالك انت؟ هتعرف جيبي؟ لا الأكل اللي جواه ده حاجة تانية، أنا عارف طريقه فين. مش عارف كلمة هتلاقي نسيها، لا كل حاجة بترجع بيبقى ليها أسلوب مختلف في التخزين. يعني أقصد إيه؟ لما أقول للداتابيز هاتيلي كذا وكذا وكذا، لو سمعتكم بتقولوا ثلاثة طلعت من بره. أنا مأمون، قول لي اللي وراك كده. نعم الله عليك. أنا قلتها مرة مش عارف إيه. اسأل بقى، أنا كنت بكلمك وبقول لك إيه. أنت واللي وراك. خلاص. خلاص.
اقول تاني بقول لا خلصت الحته دي. بقول كل بيانات او كل حاجه بترجع بيبقى ليها شكل مختلف للتخزين بس بتسعى ده في الكمبيوتر. لما اجي اقول لك هات لي الاسم هيبقى ده نوع سترينج اقدر اشيله من غير سترينج صح. كده بتكلم عن جمله سيلكت يا جماعه. جمله سيلكت لما تروح جمله سيلكت كده على الترابيزه وترجع لها ترجع لي ايه؟ اي جمله سيلكت بتنفس ترجع ايه؟ ايوه ده اللي شكلها ايه؟ سترينج يعني ولا انتجر ولا ايه؟ بس ترجع لي كلها شكلها شكل الجدول حتى لو كان اي جمله سيلكت بتنفذها بترجع لي شكلها شكل ايه؟ شكل جدول صح؟ لا مش اللي انت عامله اللي انت بتستعلم بيه بتستعلم التحليل بس جدول تاني مختلف صح؟ يبقى ايه جمله سيلكت لما بتنزل على الفيس بترجع لي بيانات بشكل جدول. بيانات بشكل ايه؟ بشكل جدول حتى لو كان جدول فاضي او جدول بس فاضي مش مهم بس جدول اللي معروف جدا اي جمله سيلكت لازم ترجع جدول. لازم ترجع ايه؟ جدول. ان شاء الله يكون فاضي بس جدول. ان شاء الله يكون عمود واحد وصف واحد بس برضه ايه؟ شكل جدولي. يبقى لازم لما جمله السيلكت دي تروح على الداتابيز وترجع لي بعد الداتابيز ترجع لي لازم استقبلها في ايه؟ لازم استقبلها في جدول. خلاص لو كانت بترجع سترينج وتستخدم سترينج كانت بترجع عندي شغل بتستخدم انك بترجع جدول. جدول اسمه حاجه اسمها داتا تيبل. حاجه اسمها داتا ايه؟ داتا تيبل. ده متغير عندنا في الفيجوال بيزك اسمه داتا تيبل. اقدر استقبل فيه ناتج تنفيذ جمله سيلكت. اقدر استقبل فيه ناتج تنفيذ جمله مين؟ السيلكت. يبقى احنا عندنا حاجه اسمها اكزكيوت نان كويري. اكزكيوت نان كويري كويري يعني ايه؟ اكزكيوت نون كويري يعني نفذ جمله ما هياش كويري يعني سواء كانت انسيرت او ابديت او ديليت او كريت اي حاجه بس المهم مش سيلكت. المهم اللي مش ايه؟ يبقى انا بكلمه اكزكيوت نون كويري اقدر انفذ اي جمله من السيلكت. اكزكيوت ريدر بنفذ بيها جمله السيلكت بس. بنفذ بيها جمله سيلكت ايه؟ سيلكت بس. طيب لما بنفذ جمله سيلكت دي حاجه الوحيده اللي هو بيجيب لي بيانات فلازم استقبلها. بستقبلها في حاجه اسمها داتا تيبل. بستقبلها في حاجه اسمها ايه؟ داتا تيبل. ويتملي بالبيانات. بملى الداتا تيبل ده بالبيانات ازاي؟ بملى الداتا تيبل ده بالبيانات لما اقول له مثلا تي بي ال دوت لود املى. املى بياناتك ازاي؟ اقول له مثلا سي ام دي اكزكيوت ريدر. مش قلنا اكزكيوت ريدر دي بتنفذ جمله سيلكت؟ دي هتنفذ جمله سيلكت وقلنا دي هترجع لي ها جدول بيانات. ارجع لي جدول ايه؟ اما البيانات جدول ما يرجع اخلي الجدول بتاعي يتحمل يتعبى بالبيانات يبلع البيانات اللي راجعه من جمله سيلكت. خلاص كده؟ فاصبح دلوقتي التي بي ال ده ايه؟ مليان بالبيانات بس ما بيحتاجش مني غير ان هو يتملي بالبيانات. امال هشتغل عليه ازاي غير لما يتملي بالبيانات؟ يبقى اول حاجه لازم يتملي بالايه؟ يتملي بالبيانات. لازم يتملي بالايه؟ بالبيانات. بعد ما يتملي بالبيانات في شويه حاجات ثانيه ممكن اقدر اعرفها عنه. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن اقول له يوفر لي ايه بقى؟ بيديني ايه؟ ممكن اقول له يا تي بي ال دوت روز. روز يعني ايه؟ صفوف. دوت كاونت يعني ايه؟ عدد او عد عدد الصفوف اللي في الجدول. جمله السيلكت اللي رجعت دي يقول لي اما جيت جرب دي يرجع لك مثلا يقول لك اثنين يبقى كده فيها كام صف؟ صفين يقول لك خمسه يبقى انت عرفت ان في خمس صفوف رجعت والى اخره. ده التي بي ال. وبيديني امكانيات ثانيه كتير. على سبيل المثال لو الجدول بتاعي زي كده وانا عايز اوصل لقيمه هنا ممكن اقول له يا تي بي ال دوت روز رقم زيرو. يعني ايه الروز رقم زيرو؟ الصف الاولاني. لو قلت روز رقم واحد يبقى كده الصف الايه؟ الثاني. لو قلت كده اربعه يبقى الصف الكام؟ الخامس. الخامس خلاص. كده اهو تي بي ال دوت روز رقم زيرو. خلاص
العمود رقم 0. برضو العمود رقم 0 دي معناها العمود الايه؟ الاولاني، العمود رقم 1 اللي بعد، العمود رقم 2 اللي بعده، والى اخره. بكده انا اقدر املى الجدول بالبيانات، اقدر اشوف عدد الصفوف الموجوده في الجدول، اقدر اجيب اي قيمه من الايه؟ من الجدول، احدد الصف واحدد العمود، اقدر اجيب القيمه من الايه؟ من الجدول. وبكده اقدر اوصل لاي قيمه موجوده عندي فين؟ في الجدول بتاعي. كلام جميل. كل ده كنت عمال اشرح لك الدنيا ماشيه ازاي كمفاهيم. وقبل ما ابدا اشتغلها عملي هلخصها لك بسرعه. هلخصها لك مرتبه شويه بسرعه. اول حاجه عندي حاجه اسمها اولي دي بي كونكشن. الاولي دي بي كونكشن ده، ركز معايا دقيقه الاول. الاولي دي بي كونكشن هو المسؤول عن عمل اتصال بقاعده البيانات زي ما شرحنا. بيحتاج مني حاجه وبيديني شويه امكانيات. بيحتاج مني ايه؟ بيحتاج مني حاجه اسمها الكونكشن سترينج. بيحتاج مني حاجه اسمها الكونكشن سترينج، وقلنا الكونكشن سترينج بنديله بعض المعلومات اللي بتوضح للكونكشن ازاي يوصل لقاعده البيانات، ازاي يوصل لمين. بيديني ايه امكانيات؟ بيقدر يعمل لي حاجه اسمها اوبن افتح بيها قاعده البيانات، ويقدر يديني حاجه اسمها كلوز عشان اقفل مين؟ قاعده البيانات. خلصنا الكونكشن ودخلنا على فكره الكوماند. ايه الكوماند؟ الاولي دي بي كوماند هو المسؤول عن تنفيذ اوامر الاس كيو ال على قاعده البيانات. هو المسؤول عن تنفيذ الانسيرت والابديت والديليت والسيلكت والكلام ده على قاعده البيانات. خلاص. بيحتاج مني ايه وايه الامكانيات اللي بيديهاني؟ بيحتاج مني ان انا يعرف الكونكشن، يعني ازاي يوصل لقاعده البيانات اللي هينفذ عليها الاوامر. دي اول حاجه. وبيحتاج مني حاجه اسمها الكوماند تكست، والمقصود بيها نص الامر المراد تنفيذه على قاعده البيانات، امر الاس كيو ال يعني. انت عايز تنفذ، عايز تنفذ ايه على قاعده البيانات؟ جمله السيلكت او الانسيرت او الابديت او الديت اللي عايز تنفذه على قاعده البيانات. يبقى عرف الطريق بتاع الداتابيز، وعرف الامر اللي هينفذه على الداتابيز. خلاص. طب ايه الامكانيات اللي بيقدمها لي؟ قلنا بيقدم لي امكانيتين. في حاجه اسمها اكزكيوت نان كويري، واكزكيوت نان كويري يعني تنفيذ امر انسيرت او ابديت او ديليت مش سيلكت، يعني تنفيذ اي جمل اس كيو ال، اي جمل اس كيو ال على قاعده البيانات باستثناء مين؟ باستثناء جمله سيلكت، باستثناء جمله مين؟ سيلكت. اكزكيوت نان كويري ما بتنفذش سيلكت. كان عندنا حاجه ثانيه اسمها اكزكيوت ريدر، واكزكيوت ريدر بينفذ بيها جمل الايه؟ السيلكت، ويرجع لك نتيجه التنفيذ، نتيجه تنفيذ جمله سيلكت. ونتيجه التنفيذ ده طبعا بيبقى شكله شكل الايه؟ شكله شكل الجدول، شكله شكل الايه؟ الجدول. خلاص. لما بيرجع لي البيانات دي لازم استقبلها. اتفقنا نستقبلها في حاجه اسمها داتا ايه؟ داتا تيبل. الداتا تيبل ده احنا قلنا عباره عن ايه؟ قلنا هو المسؤول عن حمل جدول بيانات مسترجع من قاعده بيانات. هو اللي بيشيل الجدول اللي راجع من جمله الايه؟ من جمله السيلكت. برضه بيحتاج مني ايه؟ وامكانياته اللي بيقدمها لي ايه؟ بيحتاج مني ان هو يتملي بالبيانات. وقلنا بيتملي بالبيانات من خلال الاسلوب اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه لود. بيتملي بيانات من خلال الاسلوب اللي اسمه ايه؟ لود. وشكل الكتابه هيبقى اقول له يا تيبل لود. لود من ايه؟ لما الكوماند اكزكيوت ريدر. الكوماند اكزكيوت ريدر ينفذ جمله السيلكت ويرجع البيانات، والتيبل يلودها. التيبل يبلع البيانات اللي راجعه من الداتابيز دي وتحط جوه التي بي ال. ايه الامكانيات اللي بيديها لي؟ بيديني امكانيات كتير جدا جدا جدا، اشهرهم ان انا اقول له تي بي ال دوت روز دوت كاونت. تي بي ال دوت روز دوت كاونت دي بتعيد رقم بيمثل لي عدد الصفوف الموجوده بالجدول، اقصد بالجدول اللي هو الداتا تيبل، ها؟ مش اللي في الداتابيز، لا اللي في الداتا تيبل. وقلنا ان ممكن اقول له تي بي ال دوت روز وافتح قوسين اقول له الرو ان او، وافتح قوس اقول له كول ان او. الرو ان او دي بالنسبه لي المقصود بيها رقم الصف. وخد بالك ان اول صف بيبدا برقم ايه؟ برقم صفر. والكول ان او انا اقصد بيها رقم العمود، وبيبدا اول عمود بالرقم ايه؟ صفر. ده كان خلاصه الكونكشن والكوماند والداتا تيبل قبل ما ابدا انفذ الكلام دوت ايه؟ عملي. لازم تكون فاهمه كويس جدا لان هو ده صميم العمل. خلاص. عندي سؤال في الكونكشن او الكوماند او الداتا تيبل عمال اتكلم فيهم الصبح؟ عندي سؤال فيهم؟ عايز استفسار؟ انقلوهم.